بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام الاخوه المهتمين بزراعه البطاطس الفيديو الثالث بنتكلم فيه بعد ما تكلمنا او حطينا عنوان كبير اسم مقومات النجاح في زراعه البطاطس واول حاجه فيهم التربه وتحدثنا عنها وبعد كده قلنا الميه بتاعه الري وبعد كده بنقول تكلمنا عن التقاوى آه التقاوي بعد التقاوي بنتكلم عن الكثافة النباتية الكثافة النباتية يعني ايه يعني كم نبات في وحدة المساحة بمعنى ان انا لو عندي ان انا لو عندي مثلا مثلا عندي آلاف آه 4200 متر ده مساحة الفدان تمام وعايز ازرع طماطم طمئيط فالطماطم عندي متخططة على كام على 150 سم بين الايه؟ بين الخطوط تمام؟ وبين بين النبات والنبات كام؟ 50 سم تمام؟ فبنضرب ال 50 في 5 في المتر ونص دوت في النص متر يديني مساحه النبات واحد 75 من 100 متر تمام؟ 75 من 100 متر دول لو قسمنا عليهم ال 4200 على على 4200 على ال 75 من 100 متر دي هيديني 5600 نبات تمام؟ فين؟ ده طماطم طيب البطاطس بقى البطاطس العمليه مختلفه شويه انت بتزرع الدرنات والعمليه مش انك شتله بتاخدها بتزرعها ده انت بتزرع درنات والدرنه على حسب العيون بتاعتها وعلى حسب الحجم بتاعها هتشوف هتعمل ايه طيب آه في عندنا آه في الحقيقه في عندنا يعني كسفتين ساعات بنزرع للتصدير التصدير وساعات بنزرع للتصنيع تمام آه بالنسبه للتصدير هم عايزين آه يعني آه عايزين آه عشان يصنع آه عشان يصدر آه عايزين آه عدد عدد آه عدد سقان معين تمام عايزين عدد سقان معين، عدد سقان دي من 15 ل 20 ايا كان فبيحدد لك هو بيقول لك من 28 ل 25 ده مكتوب طبعا من من 8 مقاس مقاس احجام التقاوي عندك لو من 28 ل 35 المسافه بين الواحده الدرنه والتانيه هتبقى 18 سنتي ماشي عدد الدرنات في المتر هيكون 5.5 هتحتاج للفدان بتاعك 1250 طن. 1250 كيلو جرام آه للفدان تمام طب نيجي على مقاس 35 ل 45 هنلاقي 20 تمام 4 20 سم بين الدرنه والاخرى 4 ونص درنه في المتر 1400 كيلو للفدان نيجي على 45 ل 55 هنلاقي بين الدرنه ما بتكبر الدرنه الدرنه هنا كبيره فبنوسع شويه آه فبنلاقي 25 وعشرين ما بين الدرنة والأخرى بتحتاج 3.7 درنة في المتر الطولي عندك البلانتر بتاعك بتحتاج لطن تقريبا و700 الرقم ده طبعا تقريبي يعني قد يزيد 100 كيلو وينقص 100 كيلو ال100 كيلو في زراعه البطاطس زيادتها او قلتها او 150 كيلو برده مش كارثه يعني ده طبيعي جدا بس عشان في ناس يعني بت بتقول لك ده بال... على فكره هو ممكن المدير يحط خطوط عريضه وصدقوني المهندس الصغيرين اكتر ناس بتلعب في الحاجات دي وانا كنت مهندس صغير ويا ما عملت يعني ما ويجي ما, ما فمش عايزين نخوض في القصه ديت يعني كل واحد بيعمل اللي عايز عامله في المكان بتاعه انت تيجي تفحر في الارض كلها 55 اب 55 او اكبر من 55 30 سم بين الدرنة والاخرى بنحتاج في المتر الطول 3 3 10 بنحتاج 1900 كيلو جرام طب نيجي للتصنيع هو عايز من 15 ل 20 او عايز يعني ما تزيدش عن 16 حقيقي يعني ما تزيدش عن 16 آه عن 16 ساق في المتر تمام ده في التصنيع ليه عشان هو مثلا بيعمل بياخد الدايموند دي بيعملها شرايح مثلا جماعة بتوع ماكدونالدز دول او بتوع وبياخدوا السنتانة برضو نفس القصة جماعة بتوع فارم فريتز وبيشتغلوا على الـ الـ القصة دي فلهم مقاسات معينة ان هي ما تقلش عن الاربعين او آه العشرة كيلو آه ما يقلوش عن من 70 ل 110 درنه في العشرة كيلو، بيعدوهم ويشوفوهم تمام؟ والقصص دي طبعا فيها حكايات وروايات وشغل في المصانع وبزنس كتير موال 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 يعني القلب فيه كتير فتيجي عند الحجم بتاعه بقول لك بقى مش عايزين نزرع حجم صغير يعني يعني من 30 ل 35 قال لك من 20 ل لطمن 18 ل 20 سم بين الدرنه والاخرى محتاج ل 5 درنات ونص محتاج 1250 تقريبا برضه طن وربع وطنه و300 ما فيش اي مشكله خالص 35 ل 45 قال لك من 23 ل 25 يا سلام على الدقه تمام ده سم بين الدرنه والاخرى بنحتاج ل4.3 درنه في المتر الطولي بنحتاج لطن و500 كيلو او 1500 كيلو جرام لزراعه واحد فدان طيب نيجي عند ال 45 ل 50، قال لك 25 ل 27 بنحتاج ل 3.7 ضرنه، بنحتاج 1500 ألف 1700 ألف كيلو جرام لزراعه واحد فدان، ده طبعا آآ تحت البيفوت يا جماعه، ده تحت البيفوت تمام؟ آآ وتحت البيفوت طبعا المصابه بتبقى 180 سم بتتقسم لخطين كل خط بيبقى 90 سم تمام؟ عندي الاب 55 قال لك هنا بيكون 30 سم نفس القصه 3 -3 من عشرة درنه بنحتاج ل 1900 كيلو جرام لزراعه واحد درنات لزراعه واحد فدان بطاطس. المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو المنظر جميل وتمام التمام وفهمنا. طيب اللي احنا بقى ب... ب... اللي احنا هم قالوا الكلام ده وبيحطوا الكلام ده هم قاعدين في المكاتب المكيفه طب انت راجل بقى يعني ما انتش عايز قصه المكاتب المكيفه عايز تشوف الدنيا فيها ايه الدنيا فيها كتير كثافه النباتيه هو عايز 15 ساق تمام وفي واحد عايز 20 ساق تمام ده ده زرع وده زرع طيب ال 15 ساق في المتر ممكن توصل ممكن انتاج الفدان يوصل فيها ل 15 طن تمام وممكن ال 20 ساق يوصل فيها ل 17 طن طبعا القصه كده غريبه شويه يعني ازاي 15 ساق يعني خفيف المفروض افصل ل 15 طن والاحجام تكون يعني كبيره تمام وفي ال 20 ساق يعني الكثافه هنا عاليه تمام قد تكون الدرانات المنتجه او اللي طلعت في المحصول تكون عاليه هي كمان وبالتالي الانتاجيه عاليه تمام اذا ايه 15 ساق وعشرين ساق دي؟ هل الكلام ده مسلم بيه الكلام ده نظري يا جماعه ولكن عمليا عمليا بقى يعني واحنا دخلنا في صلب الارض عمليا بقى الكثافه النباتيه ديت هتفيدني نظري وانا قاعد برسم وبخطط وبعمل الـ 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 الخطط بتاعتي الخطط بتاعت الزراعه بتاعتي وانا قاعد في المكتب والتكييف شغال طيب لو نزلنا الارض لو نزلنا الارض هتلاقي اولا تقاوم مش متجانسه غير متجانسه هتلاقي مشاكل ارضيه هتلاقي مشاكل في البلانتر كل ده وارد بس ده برضه ما يهمنيش في حاجه يعني البلانتر هنجيب غيره المشاكل في الارض لازم تكون الارض كويسة وهكذا طيب امال ايه قصة عدد السيقان دي عدد السيقان دي هنتكلم فيها عدد السيقان عندك 15 في المتر 15 على المتر تمام في 20 على المتر طب الناتج الانتاج هنا والانتاج هنا طيب دي 15 ده عنده 20 الانتاج هنا والانتاج هنا ال 15 دي ممكن تكون اكتر وال 20 دي ممكن تكون اكتر وممكن ال 15 تغلب ال 20 وممكن 20 تغلب ال 15 امال القصه القصه يا عمي دي في حاجات كتيره خالص اول حاجه اداره المهندس الاداره الاداره الحقليه وبنعني ايه بالاداره الحقليه اللي هي اول حاجه فيها العمليات الزراعيه. العمليات الزراعيه ايه؟ ممكن المهندس اللي هو اول حاجه فيها عمليه الري الاول. انا اسف اول حاجه فيها زي ما قلنا الكثافه الكثافه. او هقول خصوبة التربة. التربة نمرة اتنين الصنف. تمام تلاتة الجودة جودة التقاوي اللي هو الانتاج بقى الانتاج عندي عمال بقول لي 15 وحط بالملي وحط بالمعرفه شيء وسنتي وقصص دي كلها هي القصه دي مسلم بها لا مش مسلم بيه امال لا, لا 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 دي خصوبة الأرض قد تكون عند مهندس الأرض عنده خصبة وبالتالي هيجيب أحجام كبيرة حتى في وجود عدد السقان الكبيرة هيجيب إنتاج كبير تمام؟ دي أول حاجة في خصوبة التربة تمام؟ طيب حتى لو عدد السقان 15 ماشي؟ ممكن يجيب انت كويس الصنف بتاعه يحدده يعني انت زرع سبونتا. زرع دايمون زارع روزيتا زارع ال ال الكاردينال زارع سانتانا زارع كل صنف من دول برضو بيرتكز عليه يعني السنتانا دي معروف ان هي اصلا كبيره الحجم كبير سبونتا معروف الحجمها كبير فاذا انا ما شبههاش بروزيتا يبقى كده في خلل في دماغي يعني تمام يبقى خصوبه التربه عندى الاول بعد كده الصنف جوده التقاوى وممكن كنت تقاوى عندى كويسه وتمام التمام وممتازه او التوزيع بتاعها متجانس فى عدد السقان نفسه فى المتر التقاوي عندي كويسه لان انا عندي من 30 ل من 35 ل 45 حاجه كويسه جدا وفتحت البلانتر بتاعي وظبطته فلقيت الدنيا كويسه تمام. الجوده بتاعت كانت تكون عندي تقاوي جايه مكرمشه كده وتعبانه وفي جوده تقاوي لسه حلوه فمعروف ان التقاوي الدكتور احمد عبد المنعم حسن بيقول لحد 57 يوم اللي ما تأثرتش لما فصل الأم عن الشجرة نفسها او عن النبات نفسه ما تأثرتش قبل سبعة وخمسين يوم اتأثرت تمام دي برضو قد تكون حاجة. آآ آآ بعد كده يا جماعة القصة دي برضو هتاخدنا لإيه هتاخدنا قلنا الخصوبة بتاعة الأرض طب بعد كده ممكن بعد كده. التسميد. طيب. واحد زارع هنا 15 وواحد زارع هنا 20. طيب اللي زارع 20 اللي زارع 15 ما بسمتش واللي زارع 20 بسم ال 20 هتجيب اكتر من 15 وفي الاحجام ال 20 هتجيب احسن من 15 تمام؟ ده 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 شيء لازم تحطه في الحسبان. عمليه الري. الري الراجل اللي هو بيروي هياخد حتى لو عنده 20 ساق في في المتر الري طالما اداره الري كويسه عنده هيقدر ياخد ال... ده طيب افترضنا واحد في الاول ما بيروش كويس اتاخر الانبات عنده في الزرع الشتوي الانبات تاخير تمام وده حصلت قدام في شركه الوادي الانبات اتاخر طب طالما الانبات اتاخر دخل عليه الساعة النبات ما بيمشيش حتى لو زرع ثلاث سقام في المتر مش هيجيب احجام ولا هيجيب متل مش هيجيب محصول يبقى الري عمليه مهمه بتدخل مع القصه دي صدقني محدش حدش بيقول الكلام ده كله عمال يهري وخلاص كله بيهري وخلاص ازرع ده بلانتر نيني المهندس بيعمل اللي هو عايزه في الارض اي مدير يقول لي رد عليه والله المهندس بيعمل اللي عايزه في الارض يا اخي والله السواق بتاع البلانتر بيعمل اللي هو عايزه في الارض شوف وانا شفت كتير قوي يعني تلاقيه حذر في الاول كده ولما تزيد معاه تبص تلاقيه فتح ودبلر والدنيا تمام التمام، طبعا مصطلحات عارفينها بتوع البطاطس تمام؟ يبقى التسميد له عامل في الحب ال 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 الانتاج عندك فالدنيا ما تربطهاش على الكثافه النباتيه ان انا احط حاجه هاخد كذا لا الاحجام عندك والمحصول هيرتكز على كل الحاجات اللي احنا قلناها الاداره بتاعتك في الحقل نفسه اداره الحقل ماليش دعوه بالجماعه اللي قاعدين في المكيفات اداره الحقل يا باش مهندس دي تهمني دي تهمني قوي اللي احنا اتكلمنا عليها دي تمام التسميد الري طيب عندي عندي مكافحة أمراض يا أولاد مكافحة أمراض المكافحة أنا راجل وصلت الـ 80 يوم وجات عندي المتأخرة الندوة المتأخرة بهدلت النبات عندي، طب والنبات ده هي كالة النمو الخضر، طب واللي تحت عمره ما هيكبر خلاص وصل لمرحلة معينة، طيب ده عند الراجل الكام؟ اللي عند الراجل عشرين يوم، طب ابو 15 لو جات له الندوة العملية يعني تبقى بكده مش تبقى بكثافه وخلاص انت حطيت كثافه على عينه وعلى راسي من فوق وزعت الكثافه على عينه وعلى راسي من فوق بس مش عشان انت حطيت الكثافه اللي انا عاوز عايز اوصله لك مش عشان انت حطيت الكثافه اللي مطلوبه منك يبقى الدنيا كده انتهت لا ادارتك في الحقل نفسها هي المكمل للقصه اللي احنا بنحكي فيها دهيت والاحجام اللي هتطلع وبالتالي التوتاليل ده والمحصول الكلي اللي هيطلع من عندك فدي من مقوم من مقومات النجاح الكثافه النباتيه مش الكثافه النباتيه لوحدها ونسيبهاش مجرده لا نبدا ندور فيما بعد الكثافه النباتيه من تسميد لري لمكافحه لجوده التقاوي للعمليات الزراعه لكل القصص دهيت بتدخل في الانتاج يا جماعه ودي من مقومات الانتاج بتاعنا هنتكلم بعد كده عن عمليه الري والتسميد بقى ونخوض فيها براحتنا خالص بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكثافه ديت. بالنسبه للجماعه بتوع الري بالتنقيط نفس القصه بت... الخراطيم بتاعتك على 90 سم وبتبدا تزرع على حسب النقاط اللي عندك تحت كل نقاط وانا من نفسي بقول لو على ال20 دي اقل حاجه بين النقاط والاخر لو جبت نقاطات 20 او 25 تبقى ممتازه جدا هتشوف محصول محترم جدا 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 أه بتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين اللي احنا قلناهم ده هم على اساس ان احنا نكمل باذن الله تعالى شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته